عليكم، مبسوطة إن أنا وسطكم النهاردة. أنا راندا وجدي، دكتورة في كلية سياحة وفنادق قسم إرشاد سياحي. خلونا النهاردة قبل ما نتكلم عن الفيمينيزم نشوف ثلاث مشاهد حصلوا، نتخيلهم مع بعض كده. شركة كبيرة فيها مجموعة شباب وبنات بيشتغلوا في الشركة دي، موقف حصل، مشكلة في عقد معين في الشركة، أحمد ودعاء بيحلوا المشكلة دي. مشكلة اتعقدت، فأحمد يجي يقول لدعاء خلاص سيبيني أنا أحل لك المشكلة دي. فدعاء تبص له كده، قصدك إيه؟ قصدك إني ما بفهمش؟ قصدك إني مش عارفة أحل المشكلة؟ أنت بتقلل من قدراتي؟ أنت من بتوع السترونج اندبندنت وومن ولا إيه؟ طب خديها حليها أنت بقى. المشهد الثاني في برنامج من البرامج اللي بتطلع على الانترنت، بيجيبوا اتنين ما يعرفوش بعض يتكلموا على السوشيال لايف والماني، مش هقول اسم، تسألوا لما تخرج مع خطيبتك مين اللي يدفع؟ يقول لها انا طبعا. تقولوا ليه؟ هو انا ما بشتغلش؟ هو انا مش هقدر اصرف زيك؟ صوت صرصور الحق. المشهد الثالث بقى اللي انا شفته النهارده قبل ما انزل، فيلم تايتانيك لو اتعمل سنه 2022 شفتوه؟ طيب الفيلم ده، المشهد ده مشهد السفينه وهي بتغرق، فالضابط بيقول للقبطان احنا هننزل women and children first، فقال له no we are in 2022، هننزل الرجاله والاولاد الاول. انت عايز الستات تقول ايه؟ مش مساوية في الحقوق والواجبات؟ ننزل الرجالة الأول. يجي مشهد النهاية، جاك هو اللي على الخشبة من فوق وروز هي اللي بتغرق، فروز بتقول له طلعني على الخشبة جنبك، يقول لها أنت عايزة الناس تقول إن أنت مش قادرة تستحملي برودة المية زي باقي الرجالة ولا إيه؟ وتغرق روز. وجاك يقول ثانك يو 2022. مفاهيم مغلوطة ومصطلحات دخلنا من السوشيال ميديا عن مفهوم الفيمينيزم مغلوطة. طب تعالوا نفهم كده يعني ايه فيمينيزم. فيمينيزم هي حركة انتشرت في اوائل القرن العشرين علشان تحقق توازن بين حقوق الرجل وحقوق المرأة، لما شافوا ان في خلل ما بين الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. بدأت تظهر مؤسسات أهلية، بدأت تظهر مجلات، بدأت تظهر مقالات بتكتبها الستات عن حقوق المرأة، حقها في التعليم، حقها في إنها تمسك مناصب إدارية، حقها في إن مرتبها يبقى زيها زي الراجل. بس تعالوا أقول لكم وأسألكم سؤال، لما أقول لكم هنا دي فيمينيست من الفيمينيست أو فيمينيست، هتشوفوها إزاي؟ شايفين صورتها إزاي؟ في بعض الناس شايفين الفيمينيست دي واحدة متحررة، واحدة بتلبس براحتها، واحدة بتكره الرجالة، رافضة فكرة الارتباط، واحدة شايفة نفسها دايما ضحية وعايزة تاخد حقها بالعافية. شايفين ان الفيمينيست مش ملزمة. فاكرين ترند مش ملزمة دي اللي نزل فترة على السوشيال ميديا؟ مفاهيم غلط. المفاهيم دي صح؟ لا. موجودة في المجتمع؟ مين اللي صدر لنا المفاهيم دي؟ موروثات ثقافية كتير. سوشيال ميديا غلط، دخلت لنا بدون ما نفلتر الكلام اللي داخل. في دراسة بتقول ان في امريكا 70% من السيدات بيفضلوا ان يطلق عليهم لقب فيمينيست، و 30% مدافعين عن حقوق المرأة رفضوا هذا اللقب لأنه مرتبط بمصطلحات ومفاهيم خاطئة. طب تعالوا كده نشوف لما هي دي المفاهيم الغلط، أمال إيه هو المفهوم الصح؟ الفيمينيست هي إنسان، إنسان ليه هدف وليه حلم عايز يحققه.
انسان بيتقيم بالمهارات والسكيلز. انا مش بقيم الانسان اللي قدامي على انه راجل او ست، لا، انا بقيمه بمهاراته، بقيمه بتفكيره وبهدفه وبحلمه. مش معنى ان انا فيمينست ان انا عايزه حقوقي بان انا اشيل الراجل من مكانه واتحط مكانه، لا، انا عايزه يبقى ليا فرصه اتعلم كويس، فرصه اشتغل في مكان كويس، فرصه اخد منصب كويس، تمام. لكن مش معناها ابدا ان انا اشيل حد من مكانه واتحط انا مكانه، ابدا. ربنا خالق لكل واحد فينا دور، وخالق لكل واحد فينا هدف، وخالق لكل واحد فينا رساله. احنا مع بعض عشان نحقق توازن مع بعض، لا انا جايه علشان اخد مكانك، ولا انت جاي علشان انت تقعدني في مكاني بدون ما احقق حلمي ولا هدفي. مش معنى كلمه فيمينست ان انا اقلد الغرب اطلاقا. انا بطالب بحقوقي وبعمل واجباتي في حدود هويتي العربيه وهويتي الدينيه. عمري ما اخرج على عادات وتقاليد بلدي ولا ديني. مش معنى كلمة فيمينست اني رافضة الارتباط او رافضة الجواز اطلاقا، ولكن خدته في مسار صح. انا عارفة انا مين وعايزة ارتبط بمين. رافضة فكرة الزواج الاجباري ورافضة فكرة الزواج في سن صغير. لا، مش رافضة فكرة ارتباط، انا رافضة فكرة اجباري على الارتباط. مش معنى فكرة فيمينست اني انا ما كنتش ام. الامومه او الام is a true feminist. مش احنا قلنا ان لازم يكون عندها هدف وحلم تحققه؟ الام عندها اعظم هدف واعظم حلم، انها تخلي ولادها احسن ناس في ظل ظروف مناخيه وبيئيه واقتصاديه صعبه. هو ده مش هدف؟ مش معنى ان الفيمينيزم ان الست هي اللي بتشتغل والست اللي قاعده في البيت، لا، مفهوم ده على كل الناس اللي بتشتغل وما بتشتغلش، الام واللي ما عندهاش اولاد. قريت قبل كده في كتاب اسمه سندريلا سيكريت ان احنا عاملين زي العربيه، لازم يبقى فيها تانك بنزين عشان تمشي. الحقيقه ان احنا مش عندنا تانك واحد، ده احنا عندنا تانكات كتير قوي. لو ما حصلش بينهم توازن مش هنقدر نكمل حياتنا. ايه هي التانكات دي؟ علاقتي بربنا، علاقتي بنفسي، علاقتي باسرتي، وعلاقتي بزملائي في العمل، وعلاقتي بالمجتمع المحيط. لو لقينا ان في تانك من التانكات دي فضي مش موجود، مش هيبقى في توازن. لازم المراه يبقى عندها توازن في حياتها في كل النواحي. علاقتي بكل حاجه حواليا فيها توازن عشان اقدر انجح. لازم يكون عندي ثقه في نفسي، عارفة إن أنا لما أقع هقوم تاني. مش معنى الثقة بالنفس إن أنا ما بقعش وما بفشلش إطلاقا. كلنا معرضين للفشل والوقعة. مش معنى إن أنا وقعت يبقى أنا خرجت بره الفيمينست إطلاقا. أنا ممكن أقع بدل المرة 100 بس أعرف أقوم. طب الشباب الحلوين بقى، أقول لكم على موقف بيحصل لي، بيحصل لستات كتير قوي. لما بنزل اسوق، انت اللي منزلك من البيت، اركني على جنب بالتوك توك اللي انت راكباه، مع انه مش توك توك يعني قوي، مع اني بسوق كويس والله. مفهوم بعض الناس عندنا لحد النهارده انك لازم تقعدي في البيت. لا، انت لازم تكون فاهم كويس قوي ان انت لازم تكون داعم ومهتم ومشارك للست اللي جنبك. الست دي امك او اختك او زميلتك في العمل او زوجتك فيما بعد او بنتك فيما بعد. لما تدعم، لما تهتم، لما تعرف ان هي مش ست، هي انسان ليها حقوق وليها واجبات، هيحصل توازن كبير قوي في المجتمع. الفيمينيست مش انا جاي اخد مكانك ولا انت جاي عشان تحبطني. الفيمينيزم احنا الاثنين بنمشي في مسار واحد، بنحقق هدف ورساله واحده لينا احنا الاثنين، عشان يحصل توازن في المجتمع ويطلع فيه اطفال اسوياء متوازنين حواليهم. اشكركم جدا، شكرا.